ألم أثناء العلاقة ده حاجة مهمة جداً، والحقيقة من الأمور المسكوت عنها جامد قوي، لأن دايماً الزوجة بتتصور أن التعبير عن الحاجات ديت حاجات عيب أو حرام أو غلط، لكن دي عرض هي بتعاني منه، والعرض اللي بتعاني منه ده لازم يحترم، ولازم نحاول نخفف ألمها، وحاجة مش ولها سبب وكل حاجة زي ما هنشوف، وبالعكس المفروض نحترم الموضوع ده ونحاول ان احنا نعالجه. الألم أثناء العلاقة الزوجية دي بيستبعد الأول من قبل دكتور النساء، ما عندهاش التهابات، ما عندهاش حاجة، بس الألم مستمر، وطبعا واضح من السؤال نفسه ما فيش طبعا التهابات هتستمر 5 سنين، فده حاجة منطقية جدا ان احنا لازم نبتدي نفكر برا المجرد مضادات للالتهاب والحاجات الموضعية اللي هي مضادة للالتهاب اللي كثير من السيدات بتستخدمها، وتطلع من عند الدكتور النساء ده لدكتور النساء يكتب لها شوية مضادات التهاب وشوية مضادات حيوية تضعف لها مناعتها وتزود الفطريات أكتر عندها، والمشكلة مش بتتحل، المشكلة ما تحلتش. الألم معناه إن عندها نوع من الضيق أو التشنج في عضلات المهبل. الضيق أو التشنج ده له أسباب كتيرة قوي، بتبدأ من أول الزواج، دي بنشوفها كتيرة قوي بتاعت ليلة الزفاف، إنه يعني الضيق ده بيمنع اكتمال العلاقة الزوجية، أو ممكن تكتمل بس بيبقى على حساب ألم جامد قوي، فهي بتتحمل في الأول وبتفترض إن ده جزء من العلاقة الزوجية، أو بتفترض إنه هيتحسن تدريجيا. المشكلة المتكررة بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة 5 سنين أهي لسه الألم موجود، يبقى هي عندها نوع من التشنج. المشكلة في التشنج ده إنه لا إرادي، يعني هي مش حاسة أو مش عارفة أو مش مدركة إن هي قافلة العضلات بتاعة المهبل بتاعتها، العضلات دي بتبقى مقفولة غصب عنها. ليه بيحصل؟ ممكن ذكريات سيئة ليلة الزفاف، ممكن بعض العادات والتقاليد في أهالينا في الصعيد أو في بعض الأحياء الشعبية، من أنه الدخلة بتتعمل بطريقة معينة فيها عنف شوية، فيها نوع من الهمجية شوية، دي من أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى أن هي مع أول علاقة زوجية تبتدي تحس بألم. يعني حضرتك يا دكتور بتقول أن السبب ممكن يكون نفسي أكتر منه طبعاً عضوي يعني. للأسف طبعا في سبب تاني اللي هي يعني جريمة بتمارس إلى الآن للأسف، برضو منتشرة أكتر عند أهلنا في الصعيد، ولكن بنشوفها في كل الأعمار وفي كل المحافظات، هي أكثر جنوب مصر، اللي هي ما يسمى خطأ بختان الإناث، ودي بتعتبر جريمة بكل المقاييس، بتؤدي إلى أنه لما البنت دي تتجوز بيبقى عندها تشنج مستمر طول الوقت، وألم هي مش عارفة سببه إيه، بسبب الصدمة النفسية اللي جت لها عند إتمام الجريمة. صحيح. دي لأن في الجريمة دي بيتم استئصال أجزاء من جسمها بدون أي داعي طبي خالص، بتتعرض لألم، بتتعرض لصدمة نفسية، وبتتعمل في سن صعب جدا، بتتعمل في سن 12 أو 13 أو 14 سنة، يعني أسوأ سن ممكن تتعمل فيه، ولو أن طبعا هي في كل الأعمار جريمة، يعني عم بنقول أنها في السن ده أكتر لأن بتكون البنت أدركت وكبرت، فالموضوع بيبقى صعب عندها، لكن ليس معنى كده أنها بتتعمل في سن 3 سنين تبقى أكيد، لا طبعا لا، هي جريمة في كل الأعمار. الحاجات دي يبقى إذن الطريقة المتخلفة في الدخلة، الطريقة المتخلفة في ختان الإناث، دول كلهم أسباب مهمة جدا للتشنج المهبلي اللي بيتسبب يا إما مبقاش في علاقة خالص من أول ليلة. بيجي لي ناس فعلا بدون أدنى مبالغة بقالهم 5 و6 و7 و8 سنين ولسه وشاء البكرة موجود بسبب التشنج، هنا بدرجة عالية جدا بيمنع إتمام العلاقة نهائيا من أول يوم. ولازم يا دكتور الزوج يبقى متفهم ده، لأن في أوقات كتير يعني بيفتكروا وبيعتقدوا اعتقادات خاطئة جدا، إنها رفضاه بقى أو إنها ما بتحبوش أو إنها مش عايزة.